صباح الخير يا منى. صباح الخير يا نجلاء. النهارده عندنا يوم خاص جدا، عندنا بث حي من سيوة بمناسبه اقامه مهرجان التمور المصريه. زملائنا من هناك مي صالح وعمرو عبد المجيد هيكونوا معانا في لقاءات حيه ومباشره من سيوة، واكيد هيكون معانا لقاءات ومتابعات هنا من الاستوديو، لكن الخصوصيه زي ما قلت هتكون من سيوة النهارده. عندنا الحاجات اللي هنقدمها من الاستوديو النهارده، طبعا اللي زي ما احنا متعودين كل يوم جوله في صحف القاهره الصادره صباح كل يوم، وايضا قراءه في اهم الاتفاقيات بين مصر وفرنسا. طبعا احنا كلنا شاهدنا بالامس المؤتمر الصحفي اللي تم توقيع فيه عدد من الاتفاقيات. خلينا نروح مباشره لزمايلنا مي صالح وعمرو عبد المجيد في سيوة ونشوف اعدوا لنا ايه من هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصبح على حضراتكم ومشاهدينا الكرام في اليوم الثاني من سيوة الجميلة، من مدينة الطيبة، من مدينة السحر والجمال، من مدينة شالي القديمة. احنا النهاردة موجودين في مكان مختلف، مكان بنحاول نستعرض منه كل تفاصيل الناس الطيبة اللي عايشة في المكان ده. فعلا هي أرض الخير وأرض الطيبة. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ثاني يوم لوجودنا في سيوة. النهاردة احنا طالعين من مكان مميز جدا، مهم جدا في الواحة الأجمل والأبعد من واحات الصحراء الغربية، وهو جبل الدكرور. جبل الدكرور يعتبر من أهم المعالم في سيوة، ويشتهر بحاجة خاصة بيه جدا، اللي هي بتشتهر كمان بها سيوة جدا، السياحة العلاجية أو الاستشفائية بالدفن في الرمال. بس ده الموسم بتاعه بيكون من شهر 6 لشهر 9 من كل عام. تشتهر جدا سيوة بهذه، بيجي من كل أنحاء العالم طالبي العلاج في هذه المنطقة لطبيعة الرمال الخاصة جدا والمتفردة جدا في هذا المكان، الرمال والكثبان الرملية. الرمال في المكان ده مي متحركه، واعذرونا اذا كنا يعني صعوبه في المشي علينا. طبعا المكان ده صعوبه المشي في نظر لتحرك هذه الرمال او استخدامها بشكل كبير جدا في السياحه العلاجيه والاستشفاء العلاجي. المكان ده على وجه التحديد اسمه جبل الدكرور. المكان ده ليه مكانه خاصه عند اهل سيوة، ليه مكانه مختلفه. يمكن من ورانا اذا استطعت كاميراتنا وزمايلنا ان هم يستعرضوا، طبعا المكان ده موجود فيه ساحه العيد. ساحه العيد دي ساحه كبيره بيكون فيها احتفالات، وكمان ان شاء الله الشهر ده يكون فيه مهرجان السياحة اللي بيجي كل عام في شهر 10 عشان ينموا السياحة في بلدهم. المكان ده مختلف بكل تفاصيله وبكل أركانه. المكان ده بيحوي العديد والعديد من الأماكن السياحية، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم الاستعراضات الخاصة بهذا المكان. بنشوف دلوقتي واحة خضراء كبيرة من أشجار النخيل اللي بتميز واحة سيوة، باعتبار أن النخيل مصدر أساسي للرزق ومصدر أساسي لحياة الإنسان السيوي أو الشخص السيوي اللي بيعيش في هذا المكان. النخل بتمثل له شيء كبير جدا في حياته بكل تفاصيلها. يا ريت مي نعرف شويه بقى عن النخله ومكانتها عند السويين قبل ما استعرض المكان بشكل مفصل. صحيح، طبعا النخيل اصلا في من اسماء سيوة غير شالي القديمه، ارض النخيل لاشتهارها باعداد النخيل وجوده تمور هذا النخيل، وهو جزء اساسي او الرئيسي في الاقتصاد المحلي لزراعه التمور والزيتون في هذه الواحه، طبعا الى جانب الحرف الاخرى التي تعتمد برضو عن أجزاء النخل، ليس فقط التمور ولكن الجذع، السعف، يعني الجريد، الجمير، الجمار. الجمار النخل طبعا ده ليه مكانة خاصة عند السويين، وخصوصا في يوم الشماتة ده اللي هنعرفه دلوقتي. صحيح، والنهاردة صباح سيوي جدا حتى في زينا، يعني ما قدرناش نقاوم أنا وعمرو، هو يرتدي الصدرية وأنا أرتدي التروقات، وده الزي التقليدي للفتاة السيوية، ويجب أن تقتنيه كل عروس بأعداد وأشكال كثيرة. يعني الحقيقة كل شبر وكل مكان في هذه الواحة، مش عايزين نتجاوز موضوع الطرقات والحكاية بتاعته، الاستخدامه يعني لازم يتلبس طبعا في الافراح بشكل عام او ليله الفرح، وعلى وجه التحديد في يوم عندهم اسم يوم الشماته. ويوم الشماته ده مش بلغتنا القاهريه او اللغه اللي احنا بنعرفها، لا، يوم الشماته ده يعني اللي هو شمتانين العروسه تركت مكانها في بيت اهلها وانتقلت لبيت جوزها، فبيكونوا شمتانين فيهم او بتكون سايبه مكانها بشكل كبير. مكانها ضلم زي ما بيقولوا ابناء سيوة. لازم
الرقعت ده ازاي لازم تلبسه في اليوم ده على وجه التحديد؟ صحيح، اذا كنا بنتكلم بنشير الى الجمال، هو دايما مقترن باسم سيوة في كل شيء، في الزي، في العادات والتقاليد، في اهلها بنقائهم وصفائهم والامان والامانه اللي بتحلى بيها هذا المكان. ويمكن اشرنا قبل كده انه يعني لانه التجول في هذه المناطق السياحيه في طرق معينه عن طريق التاكسي الذي يقوده الحمار ده الدونكي تاكسي، وايضا الدراجات في الاماكن المماهده لده، ولكن الامان عالي جدا انه لو بنرجع الدراجات والمحل قفل بنسيبها ويجي صاحبها عادي يلاقيها الصبح. طيب خلينا نبتدي بقى مشاهدينا الكرام نشرح بقى المكان بكل تفاصيله، المكان قريب مننا، نبتدي بقى الشرح بشكل تفصيلي يمكن اكثر تفصيلا. بنشوف مع حضراتكم اللي ظاهر في المكان اللي ظهر مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه دي، معبد التنبؤات او معبد الاسكندر زي ما بيسموه السيويين. المعبد ده طبعا بيرجع تاريخه لسنه 333 قبل الميلاد، عندما الاسكندر الاكبر جاء فاتحا لشال القديمه، فرحبوا به كهنه الاله امون واعتبروه ابن الاله، ودخل سيوة فاتحا واعتبروه من اهلها، وكان هذا المعبد الذي يقيم فيه او الخاص به. ده المعبد اللي احنا شايفينه مع حضراتكم على بعد 2 كيلو من المكان ده، وعلى بعد حوالي كيلو من معبد امون او معبد الاسكندر او قاعه او معبد التنبؤات بتوجد كيلوباترا او عين كيلوباترا. العين دي طبعا هي عين مهمه جدا بالنسبه لساكني مدينه سيوة، اللي هي مكان الاستحمام، هي بتحوي مياه عذبه بتطلع او بتخرج من باطن الارض. المكان ده شفناه غايه في الروعه، غايه في الجمال. كمان بنشوف مع حضراتكم مجموعه من اشكار النخيل دي اللي بتتميز بيها سيوة، وكذلك على الناحيه الاخرى في بحيره ميه احنا شايفينها دي للصرف المغطى او الصرف الخاص بمدينه سيوة. طبعا من الحاجات الخاصه جدا في سيوة انه صحراء شاسعه، وفجاه بنلاقي بحيره او سطح مائي، يعني ده بيزيد للجمال جمالا. واحنا بنتكلم عن سيوة اكيد بنتكلم يعني النهارده عايزين نلقي الضوء في اخر في اليوم الثاني واحنا معاكم من سيوة عن جانب مهم جدا، الجانب المجتمعي وايضا السياحي في سيوة. طبيعه هذه انواع السياحات في سيوة وخاصه البيئيه، وحنلقي الضوء وبمعلومات جديده جدا في هذا المجال، لانها سيوة هي تتفرد بهذا النوع او متميزه جدا في هذا النوع من السياحه البيئيه وما يستتبعه من وجود اماكن لممارسه هذه السياحه، وايضا السياحه العلاجيه والاستشفائيه كما ذكرنا. مش احنا اللي هنقول، الخبراء والمتخصصين، الاهل البلد نفسها والمستثمرين والخبراء الموجودين في سيوة هم اللي هيدونا المعلومات اللي يمكن هتكون جديده على كتير منا. حضراتكم ان شاء الله يعني بندعو حضراتكم ان انتم نعرف كل مشكلات سيوة، المميزات، المعوقات، اسباب التنميه، بعدها الحقيقي ان شاء الله هيكون في حل للبعد، المسافه اللي تفوق 850 كيلو، ان شاء الله هيكون في طريق جديد بينشا بواسطه الجيش المصري العظيم، ان شاء الله هينشا حوالي يكون المسافه ما بين ال 500 و 550 كيلو، اذا المسافه هتبقى قريبه باذن الله. يعني المكان يستاهل فعلا المشوار. احنا لما جينا اول يوم كنا حاسين بالتعب، المسافه 12 ساعه لمده سفر كنا تعبانين جدا، لكن لما تجولنا لما شفنا المكان فعلا حسينا ان احنا مبسوطين ان احنا زرنا المكان ده، وعايزين نقدم اي حاجه ليه ان يكون مكان مميز في مصر ان شاء الله. والاسطوره تقول انه يعني من يجي الى هذا المكان هيعود ثاني برغم المشقه. اكيد. اخر حاجه نقول لحضراتكم، جبل الدكرور ده هو مكان للاسطورات او في اساطير كتير جدا جدا، او الاسطوره بتقول ان اي واحد بيحاول ينقب في المكان ده اللي كان بيعتبروه احد المعابد الفرعونيه، وفي فعلا اماكن فرعونيه كتيره، كان ما بيطلعش تاني من الجبل ده خالص، وكان بيختفي داخل الجبل ويدوب في هذه الرمال. دي احد الاساطير الموجوده في المكان. ان شاء الله تكون اسطوره غير صحيحه. هنبدا معاكم اول حواراتنا في هذا اليوم، وزي ما قلنا النهارده التركيز بالاساس على سيوة من الداخل، المشاكل، المقومات، وايضا يعني كل سبل التنميه المتاحه، ومع الخبراء وايضا مع ابناء سيوة انفسهم. ابقوا معنا على شاشه النيل الاخبار في هذا الصباح مباشره من سيوة. فاصل قصير.
اهلا وسهلا بيكم من جديد، بنرحب بيكم في افضل اماكن مصر على الاطلاق طبعا جبل الدكرور. وتحدثنا من حضراتكم عن مجمل الاحداث او مجمل الاشياء اللي بتحتويها سيوة، لكن لما نتحدث عن السياحة لابد ان نأتي بمن لهم دور في هذا المجال لتنمية وتطوير، وكانوا الثمرات الاولى لاكتشاف هذه البقعة الغالية علينا في مصر بما تحتويه من مناظر خلابة، من ابرز اشياء من المعالم سواء فرعونية رومانية اغريقية وغيرها طبعا من كل الاثار على كل ومر العصور المتتالية لما لها من قدم كبير جدا جدا وضارب بجذوره في التاريخ. بنتكلم في هذه الوقفة الحوارية بشكل أعمق عن السياحة في سيوة، المقومات وأيضا المعوقات، بس من أهل سيوة أنفسهم ومن أهل الخبرة. معنا في هذا الحوار الأستاذ محمد حسن، وهو خبير سياحي وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية عن مطروح وإسكندرية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم. وأيضا معنا المهندس شاكر حبون، وهو مهندس زراعي والفائز في جائزة خليفة الدولية كأفضل شخصية قدمت خدمات بسيوة. اهلا بك مهندس شاكر، مشرفنا طبعا في هذا الحوار. طبعا كلها بلدنا الجميله في كل مكان. اسمح لي طبعا ابتدي مع الاستاذ محمد، حضرتك من اهل البلد، نفهم الفكره اللي قام على اساسها. ازاي جات لك الفكره استاذ محمد ان انت تيجي الى سيوه على وجه التحديد؟ ليه ما يكونش اي مكان تاني في مصر يعني نامي سياحيا وتقدر تحقق فيه ارباح مباشره؟ ايه اللي خلاك ان انت تيجي مكان لسه بكر وتبتدي من اول وجديد وتبتدي تفكر سياحيا؟ صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين ومنورين سيوة. سيوة عايشة اليومين دول أجمل أيامها، وسعداء إن ابتدينا نلقي الضوء على الجمال اللي موجود وعلى الناس الجميلة اللي موجودة. الحقيقة أنا أول ما جيت سيوة جيت أضيف، كنت في رفقة السفير الإيطالي لزيارة مشروع من المشروعات اللي كان ابتدى تنفيذها هنا في سيوة، ففوجئت بجمال غير طبيعي. أنا اشتغلت سنين طويلة مرشد سياحي وتقريبا كل مصر لفتها، ففوجئت بحاجة احنا كنا نجهلها، الجمال الرباني زائد غنى المكان سواء ثقافيا ونوع جديد من من السفاري ومن الرحلات ومن السياحة احنا كنا ما دخلناش فيه، وكان دايما بيطلب مننا في المهرجانات السياحية اللي هي سياحة السفاري. فإذا قلنا سفاري مفيش أجمل من صحرة سيوة لعمل السفاري بالكثبان الرملية الموجودة، بعيون المية، بالمية السخنة الموجودة جوه بحر الرملة، فكان طبعا حاجة مبهرة بالنسبة لي. فرجعت طبعا تاني وابتديت بقى الفكرة ان احنا نعمل حاجة ونحط سيوة على الخريطة السياحية العالمية. صحيح. بمعنى الكلمة. صحيح. وتبتدي التنمية، فلقيت من هنا كل معاونة في البلد الحقيقة والأمانة يعني سواء من المسؤولين او الناس، فابتدينا طبعا مع بعضينا والحمد لله دلوقتي طبعا. هنتحدث كمان بشكل اكبر عن هذه، وكانت في غير السفاري في السياحه العلاجيه والسياحه البيئيه هنتكلم بشكل مفصل، بس يعني انتقل للمهندس شاكر حبون. يعني هذه هي سيوة كما نراها نحن من الخارج، كيف تراها انت من الداخل؟ من ناحيه ايه يعني مشاكلها ايه وفعلا مقاومتها ايه؟ انتوا اهل البلد شايفينها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب باخوات النيل، والنيل اسم غالي على مصر كلها. صحيح. لأنها يعني الحياة، فصباح الخير لمصر كلها وإن شاء الله تكون في أحسن الأحوال وخير إن شاء الله. بالنسبة لسيوة هي جنة الأرض، جنة الله في أرضه، لأن فعلا بعد ما تمشي 300 كيلو في صحراء قاحلة وتلاقي فجأة أرض خضراء وفيها ناس وفيها ميه وفيها كل يعني مقومات الحياه. عشان شكل الصوره يعني خير تعبير، احنا لو اتكلمنا مهما اتكلمنا عن الجمال ومهما اتكلمنا بالكلام بالزبط. لكن التفسير بتاع العين نفسها او نظرك على مد بصر عينك ان انت تشوف الصوره دي، ده طبعا مش محتاج كلام. تمام. هو اكتر من كده ان هو الانسان نفسه اللي عايش في سيوه، اولا احنا نسيج مجتمعي متكامل متعاون متآلف، بتربطنا علاقات اجتماعية جدا، نسبة الجريمة تكون صفر في سيوة. صحيح. فده وبعدين والنظافة أقول بلد النظافة. الأمن والأمان. صحيح. لا والنظافة نركز والنظافة على يعني النظافة، ان اولا احنا بالنسبة لنسبة التلوث معدومة في سيوة لأسباب. السبب الاولاني ان شمسنا شمس مشرقة، الحاجة الثانية ان ما عندناش مصانع ثقيلة وما عندناش قمائن لصناعة الطوب، فكل ده معناه ايه؟ ان الجو نقي ومفوش اي تلوث. الحاجة الثالثة ان المية بتاعتنا محفوظة في باطن الارض،
بعيدا عن كل التلوث، وبالتالي لما بتطلع سواء مية الشرب أو مية الري فهي مية نقية صحية لكل إنسان. صحيح. فحتى تلاقي أي واحد بينزل العيون هنا ومطمئن ما بيصابش أي حاجة، بل بالعكس هي عيون كبريتية وعيون معالجة لأمراض كتيرة. فيعني احنا عندنا عين هنا أمراض كتيرة مستعصية جلدية بيصعب عليها الأدوية، ان احنا لما بتنزل مرة مرتين ثلاثة وتشفي تماما. واحنا بنسعد ان يكون كل ده موجود في سيوة، وبنسعد لكل زائر يجي سيوة، لان احنا شعب بنألف ونأتلف. يعني اي واحد بيجي هنا بنحترموه اكتر من ابن البلد، لان احنا جزء من مصر. صحيح. مصر غالية لكل الناس. صحيح. فاحنا لازم نكون كده. بس نألف ونأتلف دي هنرجع ليها مهندس شاكر، لانكم نتحدث عن العادات والتقاليد، ولما نتحدث عن سيوة نتحدث عن تراث. تمام. تراث ثقافي وتراث حضاري ايضا. تمام. فعايزين الحفاظ على هذا الطابع، ان احنا ازاي نوريه للناس بس دون ان يندثر او ان هو يطمس. هنرجع للنقطة دي. بس خلينا نتكلم مع استاذ محمد شاكر، محمد حسن عفوا، عن يعني حضرتك بدأت يعني جذبك في او اكتذابك في سيوة بموضوع السفاري، وانت خبير السياحي، يعني بعد ما شفت بنظرة اعمق هذا المكان، ايه كمان؟ طبعا السياحة هي رقم واحد في سيوة، ولكن اي انواع من السياحة يميز فعلا سيوة ويجعلها متميزة عشان تبتدي هي دلوقتي على من المزارات السياحية المهمة، ولكن في مرحلة مش لا تتناسب مع مقاومتها، فايه المقاومات اللي ممكن نشتغل عليها اكتر عشان تصعد وتنمو في هذا المجال؟ السيوة معروفة في مصر عند شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري بالجزء اللي هو العلاجي الدفع، والسفاري ما كانش الحجم اللي بيجي هنا يناسب الامكانيات اللي موجودة، لان برضو البنية كانت لسه عايزة كتير، وطبعا الناس برضو الامكانيات ما هياش كبيرة قوي، ولكن بالوقت وبالتطوير واحدة واحدة ابتدينا النهاردة ما شاء الله كم العربيات متوفر، اللوجيستكس موجودة، البنية التحتية، المنشآت الفندقية النهاردة عندنا تقريبا 12 اوتيل، 5 بيخضعوا خضوع مباشر لوزارة السياحة، و7 معهم تراخيص شعبية محليات. فبقى في دلوقتي الحمد لله منشآت تقدر تستوعب الهواة السياحة الصحراء. في نوع جديد لسه ما اشتغلناش فيه اللي نوه اليه بطريقة غير مباشرة الباشمهندس شاكر، السياحة الزراعية. النقاء اللي موجود في سيوة، الزراعات اللي انتم شايفينها، السياحة الزراعية يمكن في مصر ما حدش يعرف عنها كتير، ده نوع جديد من السياحة ابتدى ينتشر. الاول بدأ في اوروبا، النهاردة ابتدى ينتشر في دول الخليج. صحيح. طب احنا هنا عندنا كل حاجة طبيعية زي ما انتم شايفين، وكل الوسائل اللي هي تؤهل سيوة انها تستقبل اعداد هواة هذا النوع من السياحة، ما شاء الله كله متوفر. فده النوع الجديد اللي احنا نتمنى انه يخش، لان التنوع المنتج هيزيد الاقبال على الواحد. صحيح. طيب مش مهندس شاكر، يعني لما شفنا حضرتك خدت الجائزة، جائزة خليفة اللي تخص بالتمور والنخيل، انت حضرتك خدت جائزة احسن شخصية خدمت واحد سيوة، كان التصفيق غير عادي، يمكن كنت قاعد انا ومي مستغربين جدا من كم التصفيق الرهيب لحضرتك لما خرجت انك تاخد الجائزة دي، ده اكيد من حب الناس اللي موجود عندك. انت خدمت الناس ازاي عشان تلقى المكانة دي وتبقى في المكانة دي وتحصل على هذه الجائزة؟ ازاي قدمت لبلدك اللي انت عايش فيها كل هذه الخدمات؟ هم ما بينسوش اي حد يشتغل في سيوة، وهم صراحة اهلي اللي هم ساعدوني واللي هم عاونوني واللي هم ادوني كل السبل ان هو اقدر نقدم لهم خدمات، سواء في عملي في الزراعة، في مجال الزراعة، سواء في عملي في جهاز التعمير، سواء في عملي كمشروع الإيطالي، سواء كعملي في رئيس قرية، سواء كعملي في سكرتير عام مجلس مدينة سيوة. فالأساس هم الناس نفسهم، والناس ما بينسوش أي فضل أو أي واحد جاء سيوة وخدم سيوة، وإن شاء الله حتى حضراتكم ما ننساكمش أبدا، لأنتوا أظهرتوا جمال سيوة ومقاومات سيوة. طب مهندس شاكر، وهنا نتحدث بقى، يعني هنتكلم كتير أكيد لسيوة أيضا هموم ومشاكل، بنبدأ من مجال تخصصك، يعني الزراعة، وهو الاقتصاد المحلي يعتمد بالأساس على زراعة التمور والزيتون التي يعني تمتاز بها سيوة.
مشاكل اللي بيواجهها سواء المزارعين او المنتجين في هذه الصناعات او هذه الزراعات اللي بيعتمد عليها الاقتصاد؟ يعني معلش انا قبل ما اقول مشاكل اقول ايه المميزات موجوده في سيوه واللي احنا فعلا بنستغلها عشان نوصل للاحسن. صحيح. يعني يمكن شايفين حضراتكم كم النخيل والتمور الفاخره جدا الموجوده في سيوه واللي هي صحيه لاي بيت، وانا ادعو كل واحد لازم يكون عنده كرتونه بلح في بيته خاصه الصعيدي، وخاصه البلح الصعيدي. واسباب ان البلح بتاعنا اولا بيروى بميه نقيه في باطن الارض. الحاجه الثانيه ما عندناش مصانع زي ما قلت في الاول. الثالثه ما بنستخدمش اي مبيدات في تسميد الاراضي، ده بياخد التمر من على النخله بالظبط على طول. والرابعه ان احنا بنستخدم المكافحه الحيويه في افات النخيل. الحاجه الجديده واللي اكتشفتوها في المعرض ان المصانع بتاعتنا يعني وصلت لرقي في التعبئه، في التغليف. صحيح. في النظافه، في البنات اللي هم دخلوا المصانع، لان طبعا وهي الجائزه بالمناسبه افضل تغليف كانت لبنت، خصوصيه حاجه في ايدها في ازاي بتحط البلحه. انما برضه الراجل احنا عندنا هو بس سؤال يا باشمهندس، يعني المناخ بيدينا خشونه، انما عشان دخولها للمصنع فهي ادت جمال للبلح بتاعنا. صحيح. طيب باشمهندس ازاي النخله بتبقى صغيره يعني قد كده تقريبا؟ والبلح طالع منها سبحان الله في الارض. والناس بتاخد في الارض مباشره. يعني ده ما شفناهاش في اي مكان تاني غير سيوه. لو حضرتك قريت عن جنه سبق فهي في سيوه. جنه سبق هتلاحظ ان في جنان من هنا ومن ناحيتين، وبعد كده هتلاقي ميه، فهي سيوه كده. ففي نفس النخل نفسه هو ربنا مدي سيوه ميزه خاصه. سبحان الله. احنا عندنا الصغير وعندنا الكبير وعندنا، فكل واحد ربنا مديه المكان اللي هو ممكن يقطف منه البلحه وياكلها. سبحان الله. لو رحنا للاستاذ محمد، طبعا حضرتك في غرفه السياحه ولك فكر سياحي، تفتكر حضرتك ايه اللي محتاجاه سيوه من شكل متغير في الفنادق اللي احنا شفناها؟ احنا امبارح كان لينا زياره انا ومي في اغرب فندق في العالم المصنف من منظمه السياحه العالميه انه من اغرب وافضل الفنادق صحيه في العالم، ده مبني من التربه ومبني من البيوت السيويه ومبني الادراج او الاشياء الخاصه بالمعيشه. الكرشيف. ماده الكرشيف طبعا مستخدمه كثير جدا على نطاق واسع في الفندق. الفندق لا يحتوي على اي اضاءه، لا يحتوي على اي ملوثات للبيئه، ده هم كمان كله من الطبيعه البكر الخام، فكانوا حريصين ان هم بيقولوا ان هو ما يبقاش حتى في صوت عربيه موجود في المكان عشان يكون خالص. واحنا كان لينا يعني لقاءات في جناح الامير تشارلز اللي زاره، وابرز شخصيات العالم زارت المكان ده. الفكر الخاص بقى بالنوع من الفنادق دي او النوع من الفنادق الغريب علينا، الطبيعه الخاصه اللي بتتميز بها سيوه اجبرت كمان الناس اللي جايه تعمل مشروعات فندقيه انها تلتزم بالطابع المميز دون، وابتدينا نستخدم المواد المتاحه في نفس المكان. فطبعا اهم حاجه ان احنا كنا نحاول ان ما نعملش اي نوع من انواع التلوث البصري، فاستخدمنا المواد اللي موجوده واللي متاحه في سيوه اللي حضرتك قلت عليها اللي هي الكرشيف. فكره الاوتيل اللي هو من غير كهرباء دي طبعا كانت فكره عبقريه. وهو اغلى فندق في مصر، وانتم اكيد شفتوه وشفتوا الجمال. صحيح. اللي بيتميز بيه لانه بيعكس روح سيوه جدا. حتى المنشات بعد كده اللي هي فيها كهرباء برضو حاولت انها تجمع ما بين الطابع المميز للواحه، وفي نفس الوقت يبقى فيه بس لازم المعماري التقليدي اللي هم السكان زعلانين ان هو ابتدى يطمس من قلب المدينه. يعني هو لما اتكلمنا مع الناس ان هو ده شكل البيوت السيويه من الملح والرمال والطين اللي هو الشكل الطبيعه البكر الخام، بس ابتدى مبقاش موجود في المدينه، ونفسهم يكون السياحه البيئيه عوده مره اخرى والحفاظ على التراث السيوي في هذا المجال. البيت السيوي القديم كان طبعا بيستخدم في بنائه الملح اللي بنجيبه من البحيرات اللي هي باينه طبعا اكيد. أيه. ورايا بكميات ما شاء الله. واللي احنا ممكن نكون ناس كتيره ما تعرفوش ان الجلوس في مكان مشيد من الملح والسقف معمول بفرق النخل صحي جدا بيطرد الايونات السلبيه. صحيح. زي دلوقتي النهارده اوروبا هي ابتدت بالعلاج في كهوف الملح، وده نوع جديد من العلاج لسه ما دخلناش فيه هنا في سيوه رغم الامكانيات الهائله المتوفره. كهوف الملح دبي ابتدت فيها، ويمكن انا نويت عنها امبارح.
الملح النهارده متوفر. الناس اللي بتعاني من ازمات في التنفس وحاجات زي كده علاجها بتقعد في قلب كهوف الملح حاليا. البيت السيوي بقى من الاصل هو مبني من الملح. صحيح. ثانيا عازل للحراره، الحراره هنا في الصيف بتبقى عاليه، فهذا النوع من المواد المستخدمه في البناء بيكون بمثابه عازل طبيعي للحراره. يعني يمكن كلامنا عن السياحه البيئيه بيلخص كل كلامنا عن سيوه، اللي هو الحفاظ على التراث وما تحويه من انفراد وتميز، وايضا تنميه المقومات اللي لسه لم يتم اكتشافها لمواكبه الحركه بقى السياحيه والثقافيه. يعني احنا للاسف يعني وقتنا انتهى ولسه كان كتير كتير التحدث في هذا الموضوع، ولكن يعني دائما هيكون على تواصل. ويعني انا شايف مهندس شكرا عايز اقول كلمه. اتفضل. يعني انا معلش، هو حضرتك يمكن ذكرت بالنسبه للمشاكل، فانا اعتبرها مطالب لتحسين الموجود. يرجوك. عندنا احنا مشكله صرف زراعي. اولا سيوه طبعا منخفض طبيعي زي ما حضرتك بس شايفين. مش في بحيرات شايفينها مش مهندس حلتها الحكومه كجزء حل مؤقت؟ تمام. هو طبيعه سيوه اولا بالنسبه للشمال هضبه صخريه متصله، ومن جنوب كثبان رمليه مرتفعه عن سيوه. احنا طبعا اي زراعه معناها ري وصرف. الصرف بنصرفه في اماكن منخفضه نسبيا عن ارض زراعيه. في الفترة الماضية يعني قبل السبعينات كان في توازن طبيعي بين كميات المية للري وكميات للصرف، وبيحصل بخر وبتنتهي، ويمكن البرك اللي حضراتكم شايفينها دي كانت بتبقى في الصيف طرق للناس بتخش منها عشان توصل للمناطق التانية. انما دلوقتي مع كمية مع زيادة الرقعة الزراعية بقت اصبحت مشكلة، مع الرغم ان الدولة مشكورة من سنة 97 بتعمل ما في جهدها من مصارف، من تحسين، من رفع مياه، امكانيات، كل حاجه، بس المشكله اكثر. فالمشكله في اكثر في ايه؟ لان هي طبيعه سيوه لا تستحمل ان المياه تكون داخلها، لازم تكون ايه؟ خارجها. فلازم نطلع المياه دي بين امرين، يعني نعيد استخدامها او نوصلها في منخفض تباغبغ اللي هو 80 تحت سطح سيوه. فبالتالي وصولها هناك لو كان بكميات كبيره احنا ممكن نولد كهرباء ونرجعها تاني لكل المنطقه اللي هي شرق سيوه كزراعه ان شاء الله، كزراعه وكاسكان للمناطق اللي كده. الحاجه الثانيه مع استخدامات الميه، الميه دلوقتي بقى في ظاهره تملح مياه الري في سيوه. تملح مياه الري في سيوه عامه، الميه عندنا من 1500 جزء مليون الى 3000 جزء مليون في العام، وصلت دلوقتي يمكن في وصلت لغايه 5000 وزياده. فده معناها بيأثر في انتاجيه الفدان، وبيأثر في حجم الثمره، وبيأثر في الشجر نفسه. صحيح. فكل شيء له معالجه. اكيد باشمهندس مشاكل زي ما قلنا، يعني في المقاومات والمشاكل، ويوصل الصوت للمسؤولين وتم تسليط الضوء، ويتم تسليط الضوء الان على سيوه، وان شاء الله يتم حل هذه المشاكل والتواصل مع المسؤولين. لا أساس حضرتك بس في دي يعني، هو احنا بالنسبه لمشكله الميه انا شخصيا عملت تجربه، جبت حاجه اسمها معالج مغناطيسي. المعالج المغناطيسي ده بيحسن من خواص الميه. يعني الميه عندي يمكن وصلت 7000، لما جبت المعالج المغناطيسي وناس كتيره، انا بقيت المزرعه بتاعتي ارشاديه للناس، شافت العوده للاخضرار والثمره. اكيد يا باشمهندس، فان شاء الله دي توصل، انا عاوزها توصل ان شاء الله. وزاره الري تتبنى الموضوع ده، وعشان تحل المهندس شاكر حبون، مهندس زراعي والفائز بجائزه خليفه لافضل شخصيه خدمت سيوه، شكرا لوجودك، وشكرا لضيافتكم لينا ايضا، والاستاذ محمد حسن خبير السياحي وعضو مجلس اداره المنشات الفندقيه عن مصلحه واستمراريه. شكرا لكم معنا في هذا الصباح. اذا مشاهدينا الكرام، بنترك حضراتكم مع فرقه الكشافه الخاصه بسيوه، فرقه جميله من الشباب الواعد، من شبابنا الصغير اللي موجود فعلا، بجد هنشوف فقرات ممتعه تابعونا. شال جناني شال غادي، اجمد ضحاك ضحاك شالي، شال جناني شال غادي، رايح
اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا. يتواصل الحديث من سيوة من على جبل الدكور، يتواصل الحديث عن الجمال، السياحة، الاستثمار، بعض المشاكل ايضا، وافاق تنمية واحلام كثيرة ينتظر هذا المكان الواعد، وهو الاجمل بس الابعد من واحات الصحراء الغربية وجزء عزيز من مصر. معنا في هذا الحوار وقفة للحديث اكثر عن الاستثمار وعن الداخل السيوي، وكذلك ايضا الوقفة تتعلق بالمشكلات، المعوقات، المميزات، يعني نتكلم عن الاحتياجات ونتكلم برضو عن المميزات الموجودة في المكان الخلاب، المكان، الطبيعة، الناس والوشوش الطيبة. نرحب مباشرة بالنائب السابق بلال أحمد بلال، عضو مجلس الشعب. مشرفنا سيادة النائب، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. كذلك رحب بالشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، وكان المتحدث أيضا باسم القبائل في المؤتمر الخاص بالتمور الأول. مشرفنا شيخ عمر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. يعني اسمحوا لي أبدأ مع الشيخ عمر يعني بسؤال استكشافي، يمكن نتحدث عن طبيعة المجتمع السيوي، عن القبائل في سيوة، طبيعة التعاملات، العرف ومكان القانون في سيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا القبائل السيوية اللي حضرتكم مشرفينا فيها، واحد سيوة واحد الجمال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هو مزيج من القبائل الأمازيغية والبدوية، العرب والأمازيغ امتزج معا ونتج منه المجتمع السيوي اللي انتوا عايشين في وسطه دلوقتي، ما بين قبائله الـ11 الموجودين في الواحة. القبائل الموجودة في الواحة أسرة واحدة، بنحكم بعض بشيخ القبيلة وعواقل القبيلة، لو في أي حد تجاوز أو طلع عن الخط هو الشيخ القبيلة والعواقل بيحلوا مشاكله. في التمثيل زي ما حضرتكم بتشوفوا إن الشيخ القبيلة بيمثل القبيلة في الجهات الرسمية أو المحتفلات وكده. المجتمع السيوي يحترم القانون إلا إنه لا يتحاكم بالقانون، وده الشيء الجميل الموجود في واحد سيوة. يعني احنا عندنا قسم شرطة في سيوة، عندنا مأمور للقسم وضباط وعساكر موجودين، الا ان احنا بنروح وبنزوروهم بنقعد معاهم، لكن مشاكلنا بتنحل بره القسم الا الشيء النادر جدا، وهم ما بيتأخروش عننا، وبنعتبرهم يعني اسرة من الاسر السيوية الموجودين، وبيننا الود وبيننا التعامل الجميل بيننا وبين قسم الشرطة وضباط وافراد الموجودين في القسم. نتمنى ان الشعب المصري كله يعيش تجربة سيوة، تجربة بسيطة، حياتنا بسيطة، مشاكلنا بتنحل بالبساطة، الناس بتحترم بعض، الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، وعايشين على الزراعة، ودي يعني هي معنى الاستقرار في مجتمع السيو، مجتمع مستقر وعايشين في هذه الواحة الجميلة اللي بتزين سماها. والأجمل شيخ عمر انه فعلا والله نقاء الطبيعة ونقاء الجو منعكس تماما على وجوه وقلوب ونفوس يعني ابناء سيوة في التعامل وفي يعني رؤيتهم حتى للحياة اللي بتنعكس على ضيوفهم لما بيقدروا. ونتمنى ان الطرق الجديدة ما تعكرش صفو السيويين في النقاء اللي حضرتك بتتكلم عليه، ولا افتتاح السماء ولا المدنية اللي بتخش المجتمع السيوي، يجب ان احنا نحافظ عليه بكل ما نملك. ده المميز يا شيخ عمر، ده المميز للمكان. نعم، هو ده اللي بيغني المكان واللي بيغني مصر بثقافة جديدة وثقافة مغيرة، لكنها بتغني الثقافات الكتيرة الموجودة في مصر، واللغة بتاعتنا لغة أمازيغية نحتفظ بيها وبنتكلموا فيها مع بعض، ولما نخش المدارس بنتعلم اللغة العربية وبنتحدث اللغة العربية. انت الظريف في الثقافة انه الاحتفاظ بالتراث ولكن دون الانغلاق عن الاخر. احنا سبقنا كل المناطق ان احنا عملنا مركز لتوثيق التراث السيوي في سواحة سيوة، بيضاهي الكالتنت مركز توثيق التراث الحضاري الطبيعي في القاهرة، واحنا دلوقتي في صدد ان احنا نفتح سفارة المعرفة في الواحة، والسيوي يقعد في المكتبة ويتصفح مكتبة اسكندرية من واحد سيوة. طيب، لكن سؤال استكشافي زي ما قالت مي، خلينا بقى ندخل بقى في المشكلات اللي محتاجاها سيوة وابرز طبعا المشكلات. سيادة النائب، انت كنت عضو مجلس شعب سابق، يعني لك مطالب في مجلس الشعب لأنه ما لا شك فيه خص هذا المكان على وجه التحديد. ماذا طلبت عندما كنت نائب للبرلمان السابق ونحن رصدنا بعض المشكلات؟ فعلا في مشكلة حقيقية في التعليم، يعني في مشكلة حقيقية في التعليم، في بعض الخدمات الصحية متواضعة لحد ما، عايزين نعرف ماذا لديكم من مشكلات في هذا المكان الجميل.
هي اول مشكلة انا اتكلمت فيها تعتبر مشكلة سيوة عامة، مشكلة الصرف الزراعي. اتكلمت فيها قبل ابقى نائب سنة 96 في زيارة الرئيس لسيوة، اتكلمت على مشكلة الصرف الزراعي. قلت له احنا عندنا مشكلة الصرف الزراعي، يكاد ان سيوة كلها هتتدمر من كثرة المياه الجوفية اللي موجودة فيها. ده بيسبب طبعا لإتلاف لبعض المزارع والأشجار الموجودة في سيوة. فطبعا ما حصلش حلول، حصل حلول تعتبر مسكنات، يعني حلول اللي عملها يعني يعني ست نائب غلق البئر وفتح بئر استعواضي، ده ما كانش حل. لا لا ده مش حلول، ده الابيار دي عشان الري. انا بتكلم على مشكلة الصرف الزراعي وتطبل المياه الجوفية. يعني دلوقتي لما بنزقل المزارع والتملح شوية بيبقى في تملح، المية الزائدة عن المزارع بتنزل للبحيرات. فلما بتنزل البحيرات، البحيرات دي بترتفع، فبقت البحيرات اللي بيسيوا اتملت وبترجع مية تاني، بدل ما تاخد المية برا ترجع المية تاني، المزارع بتتضرر. وكذلك حتى داخل سيوة بعض المنازل فيها مياه جوفية. فاحنا اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمت في مجلس الشعب مرة واثنين وثلاثة، برضو عملوا الحلول بس حلول مؤقتة. الحلول المؤقتة دي سنويا سيوة بيجي لها اعتماد اكتر من 15-20 مليون جنيه بالورقة والقلم بيخشوا سيوة. جايبين عبارة عن حفارات وجايبين محطات صرف، ياخدوا المية من المصارف بيرموها على البحيرات. ده ما هوش ده الحل، لان بتاخدها من هنا بترميها هنا، ده هي مكانات الرفع. ايوه ايوه بتاخدها من هنا بترميها هنا، البحيرة دي بتتملي وبترجع تاني. طب المطلب الرئيسي والحل احنا قلنا عايزين المية دي تطلع برا سيوة. في حته منخفضه اسمها منخفض تبغبغ. تبغبغ احنا قلنا تطلع تبغبغ، فهم حسبوا التكلفه بتاع التبغبغ. زمان قالوا التكلفه بتاع التبغبغ هتكلف الدوله حوالي عن 200 مليون لما بدانا الصرف من ساعه ما انا قدمت لغايه النهارده احنا عدينا ال 200 مليون جنيه صرفوا عن سيوه. لو عملوا الحل ده من الاول ما كانش وصلنا للمرحله دي. والمشكله ما زالت قائمه، مشكله الصرف الزراعي. واحنا نأمل في وجود العهد الجديد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المشكلة دي هتوصل له وهتنحل. واحنا سمعنا ان بدأوا فعلا في الحلول كمان، يعني ان شاء الله صوتك ان شاء الله نوصله، يعني صوتك دلوقتي مباشرة يوصل للمسؤولين عشان نجيب الحلول. واحنا طبعا مستبشرين، معلش مستبشرين خير. طبعا من ساعة يعني تولي القيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا حاجه ملحوظه في سيوه، بدا لنا في طريق بيربط بين واحد سيوه وقبله بليبيا. بدانا في الطريق قدامنا يمكن شهرين او حاجه والطريق اتسلم. ده ربط للطريق من بين دوله ودوله، ودي اقرب لنا هناك. وغير كده عندنا مناجم من الملح كانت واقفه بقالها 4 سنين والمناجم هي موجوده ما اتحلتش غير خلال الاربع شهور اللي فاتوا لما سياده الرئيس اصدر قانون الثروه المعدنيه قال لازم تعملوا تراخيص لاصحاب الملاحات في كل انحاء الجمهوريه. فبدانا نستلموا التراخيص وبدا الملح. هو يمكن شايف كل يوم بيطلعوا اكثر من 100 جرار ملح من سيوه بيروحوا على المصانع بتروكيماويات والكيميائيات الوسيطه اللي ما بيروحش، وبيطلعوا دلوقتي العربيات على دمياط. اول مركب طلع لامريكا من قيمه اسبوع من سيوه. ده بعد ما سياده الرئيس اصدر القرار. انما كانت قبل كده يعني الاهتمام ابتدى يبقى موجود. وواضح سياده نائب يعني بلال انه كانت المشكله مش عدم اهتمام اكثر منها عدم فهم طبيعه المشكله، يمكن الحلول غير ناجعه وغير مناسبه للمشكله. ما بداناش نشوف الحلول الجذريه غير في التوقيت، معلش الفتره القصيره اللي فاتت دي بدات في حلول جذريه وفي متابعه جامده. حلو، بادره امل وان شاء الله ده كمان المتابعه مع المسؤولين. صحيح. طب اعود للشيخ عمر، يمكن تحدثنا عن مشكله كبيره، مشكله الصرف الزراعي والمياه الجوفيه. مشكله اخرى او يعني انت تطلعنا على حال ما اشار اليه عمر، حال التعليم في سيوة، النسبه والجوده ايضا. نعم، هو بالنسبة لسيوة وصلنا لمرحلة في 2005 احنا يعني سيوة مكان خالي من الأمية،
في سنة 2005. سيوة ما كناش بنهتم بالتعليم في المراحل في السنين الماضية في السابق، لكن دلوقتي الحمد لله في إقبال على التعليم. السنة دي بس داخلين 4 من أبناء سيوة لكليات الطب و4 لكليات الهندسة من أبناء سيوة. السيوة لما يحط حاجة في دماغه بيوصل لهدف، الحمد لله رب العالمين. احنا اشتغلنا في محو في الكمبيوتر، يمكن عملنا طبلية بالكمبيوتر بيقعدوا فيها 4 نساء بنحولوها من بيت لبيت عشان نمحي أمية الكمبيوتر للنساء. احنا يعني في المراحل الأخيرة اهتمنا بالتعليم اهتمام زيادة شوية، ان الجودة في التعليم في مؤسسات جودة، لكن لسه التعليم في مصر يحتاج لاهتمام زيادة. اما الصحة دي كارثة الكوارث. سيوة احنا بعدنا المسافي عن محافظة مرسى مطروح، ده يعني من حقنا ان احنا نلاقي خدمة طبية في الواحة. وكمان المسافة حوالي 300 كيلومتر لمحافظة مطروح لأقرب مدينة. وكمان بيجي لنا زائر، بيجي لنا سائح أجنبي بيشوف جمال طبيعة الواحة. المقطع يعني هنا وحدة صحية مستشفى، يعني المكونات الطبية الخاصة في مدينة سيوة ايه؟ احنا عندنا وحدات طبية في القرى، وعندنا صرح مستشفى كبير جدا، وكل الأجهزة المعنية موجودة في المستشفى. طيب عدد الأطباء الخاصين الموجودين ده مشكلة الأطباء. مش طبعا باعتبار ده مكان من الأماكن البعيدة بالضبط كده، وانا بقترح للاسف لا امتهن الطب، انا كنت جيت على طول حقيقي. يعني في عزوف ام انه في اطباء بس مش بالمستوى المطلوب؟ هم بيجيبوا اطباء متعاقدين، والطبيب المتعاقد انا مش عايز ازم، لكن الطبيب المتعاقد بيبقى سنه كبير ولو عنده عياده مش هيجي الواحد. صحيح. لكن الاطباء الاكفاء والاستشاريين لو ادوهم مكافئات زياده، لان يعني هيقفل عيادته او هيجي هنا مقيم في مكان بعيد اكيد هي طيب كده. برضه لسياده الوزير دكتور احمد عماد الدين ان هو يتصرف في الموضوع ده او يسمع برضه الشكوى دي، بجانب ايضا شكوى التعليم. سياده النائب انا عايز اتكلم على العادات والتقاليد المكان، لان احنا العادات والتقاليد الخاصه بالمكان، يعني العادات والتقاليد الخاصه باهل سيوة عادات وتقاليد منضبطه، عادات وتقاليد في المكان الصحيح، ما فيش حد ممكن يتخطى حد على وجه الاطلاق. عايزين نعرف ابرز العادات والتقاليد في الواحه. ابرز العادات والتقاليد ان احنا زي ما قال الشيخ عمر راجح ما عندناش حد لغايه دلوقتي بيطلع يوصل المشكله لمركز الشرطه. لغايه النهارده ما فيش اي مشكله توصل الاقسام، اي مشكله بيبقى في عادات وتقاليد والناس بتقعد وبتحل المشاكل وديا مع الساده مشايخ القبائل. وحتى الناس معلش اللي بيجوا من المحافظات ومقيمين في سيوه بيبقوا بيطبعوا بطبع اهالي سيوه، لما بتحصل معهم اي مشكله بيطلع لشيخ قبيلة ما بيطلعش على الاسم. حتى الاجانب يعني حتى الاجانب اللي بيقولنا من برا اما بتحصل معهم اي مشكلة بيسألوا بيقولوا لا ده في وضع ما تروحوش الاسم، اطلعوا على شيخ قبيلة، بيطلعوا لشيخ قبيلة. والحمد لله المشاكل بتتحل في اسرع وقت بدون تدخل اي جهة من الجهات لحل اي مشكله من المشاكل دي. طب دي ابرز التقاليد. طب سيادة النائب يعني في موضوع كنا بنتكلم فيه المشاكل، مجالات الاستثمار في سيوة، يعني احنا ايه ابرز مجالات الاستثمار القائمه بالفعل واللي ممكن لسه كمان يتم تعطيه سيوة من مقومات؟ هو بدايه خير اول استثمار او بيتم المصنع حاليا لصالح القوات المسلحه تابع لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، مصنع عملاق وما هو مصنع الملح. وحاليا المصنع ده بدل ما الملح ده بيطلع بره سيوه بدون تصنيع، لا المصنع ده هياخد كل يمكن معظم الملح اللي بيطلع من المناجم بتاعت سيوه للمصنع، هيطلع من المصنع ده الملح متعبئ وجاهز غير ما بيطلع دلوقتي بدون تصنيع. ده من ضمن الحاجات. والحاجه الثانيه دي توجهات بقى بدايه التصنيع، ودي على التنميه الحقيقيه. دي التنميه الحقيقيه. والحاجه الثانيه ان احنا بدل ما الملح بتاعنا بيطلع من هنا لغايه دمياط سعر الملح هنا ب 40 جنيه في المحجر، النولوم اللي بيطلع بيه لدمياط ب 90 جنيه. ده ليه؟ عشان المينا بيبعد عننا حوالي 100 مضافه. نشكر سياده المحافظ علاء ابو زيد، دلوقتي بدا في مينا في محافظة مطروح، بدل ما نمشي ندفع نقولون 90 جنيه يبقى هندفع نقولون 20 جنيه، نقدر ننافس مع الدول اللي بتصدر الملح. لان احنا عندنا منافسين دول تانية بتصدر ملح لاوروبا، فالملح بتاعنا بقى سعره مرتفع لان النقلون بتسوي لغاية دمياط. طب هاخد بس الكلمة الاخيرة بس للشيخ عمر، يعني كلمة اخيرة في ثواني معدودة بس ممكن تقول ايه يا انسيو؟
عن سيوة؟ عن ماذا بالضبط؟ ثواني، الكلمة أخيرة عن سيوة يعني. سيوة إن شباب سيوة الواعد اللي أبرز يعني خدماته الكتيرة جدا في الواحة في أثناء المهرجان، إنه يحافظ على عاداته ويحافظ على تقاليده ويبقى السيوي المعروف دايما، وياخد طبع أجداده وأباؤه من السويين. صحيح. الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح، وشكرا لك سيادة النائب بلال أحمد بلال النائب السابق في مجلس الشعب، شكرا لوجودكم معنا على النيل الأخبار في هذا الصباح، وشكرا لضيافتكم لنا في سيوة لهذه فترة الإقامة. بنشكر حضراتكم شكرا الكرام. كنا على مدار يومين من واحة سيوة، من واحة جميلة، من واحة الخضرة، من واحة السحر والجمال، مدينة شالي القديمة. إن شاء الله مش هتكون زيارتنا الأخيرة بإذن الله، هيكون في زيارات متعددة وكل مدى إن شاء الله لمهرجان السياحة في هذا الشهر. نلتقيكم بإذن الله على موعد من هذا المكان الجميل. إلى اللقاء.